كابتن، ايش رايك بصوره عامه في الدوري للموسم هذا؟ والله الدوري الموسم هذا اعتقد انه اكثر موسم اتعبنا بالتوقفات وبالتاجيل وعدم استدامه الجدوله، وايضا يعني للمره الاولى في تاريخ الرياضه السعوديه ان احنا اخر ناس ينتهي دوريهم على مستوى العالم، يعني مو بالخليج حتى على مستوى العالم. يعني نعرف في اوروبا اغلب الدول الدوري على 20 فريق انتهوا والان دخلوا في مسابقه اخرى، مسابقه الدوري الاوروبي للمنتخبات. احنا لا زال الدوري السعودي مستمر ولا زال نتابع التأجيل. يا لازم نعرف شيء واحد، التأجيل اللي في البداية أضربك في النهاية، فأنت المفروض ما تأجل. خلاص إذا أجلت مباراة المفروض تنزل في الجدولة بعد يومين ثلاثة، يا أخي زي الدول الأوروبية. كل التأجيلات تمت بناء على مشاركات منتخب وطن، سواء منتخب أول أيام الفيفا دي أو حتى المنتخب الأولمبي. شوف إحنا الآن ما نتحدث عن لي الآن، نتحدث عن لي السابق. كانت مباريات الأندية، كأس العرب، أي كأس العرب وكأس شو اسمه وبطولة الأندية الآسيوية أجلت مباريات، يعني كانت يعني أجلت مباريات كثيرة. من يتحمل المسؤولية أبو سارة أنت في رأيك؟ أنا هذه يتحمل المسؤولية الاتحاد. المفروض الاتحاد خلاص أنا أجلت مباراة، إذا على طول أضعها في الجدولة بعد يومين ثلاثة، أضع لها موقع حتى شوف لا تضر بالمنتخب ولا تضر حتى بالأندية الأخرى. يعني هي مسألة التأجيل تضر أيضا بأندية أخرى. إحنا نشوف الآن السباق على الهبوط والسباق على الدوري لا زال إلى آخر جولة، وإحنا جدا نقول هذا يمكن شيء كويس زين، ولكن ايضا في جانب اخر ان التاجيل يعني مضر حتى باللاعبين. حتى الان يعني احنا لو رجعنا لمباريات المنتخب الاول، يعني مثل مباريات اللي كانت في الجوله الماضيه المباراتين الاخير، يعني من وجهه نظر شخصيه انا ما ارى لها اي داعي ارهاق للاعبين. يعني خلنا نقول صراحه الفيفا دي والذا، يا اخي المباريات انت تتكلم عن مباريات، انت الان جالس تضغط الدوري وجالس تجيب لاعبين ومرهقين، وحتى لا سمح الله ممكن تصير فيها اصابات، والاصابات هذه مؤثره ايضا على الانديه ومؤثره حتى على المنتخب. ممكن تفقد لاعب انت مهم في مباراه مثل هذه. فاحنا نقول خلينا احنا الان يعني نحاول ان نصلح مبارياتنا الوديه وتنظيم جدولنا، هذا كله لمصلحتنا احنا. ما نتبع حتى يعني بعض الاحيان الفيفا، يعني حتى مساله الترتيب وما ترتيب، يا اخي احنا نبحث عن مصلحه المنتخب واهم شيء عدم اصابه اللاعبين السعوديين. الدوري رايح لمين؟ للهلال ولا للاتحاد؟ يعني انت يكون في ايدك الدوري زين ولا، وانت فارق ب 12 نقطه وفي الاخير تفرط فيه، لما تفرط فيه اللي تحصل عليه ما حيتركه، الدوري للهلال. طيب النصر وضعه لا يسر، لماذا؟ شوف النصر وضعه في البدايه لا يسر زين ولا لا، وانا اعتقد ان هذا تخطيط غير جيد من البدايه، ولكن في النهايه بدا يصلح وضعه. ولكن احنا نقول بعد ما دارت الطيور برزاقها، يعني في مباريات يعني النصر لو كسبها كان ممكن يتحصل على بطولة الدوري. المشكلة وين يا ابو سعد؟ المشكلة في عدم التخطيط والاختيارات. لا انت تتكلم عن مدرب وتغيير مدربين، من اول مرة اشوف مدير كرة اجنبي يحمل الجنسية البرازيل ومدرب الارجنتينية، واحنا نعرف ان هذه الجنسيتين اساسا على مستوى كرة القدم وعلى مستوى العلاقات لا ليس بينهم اي تواد، ولا يعني كل لا يريد الاخر. فانا استغرب يعني حتى لو في مشكله عند لاعب سعودي انت بتحلها باللغه البرازيليه ولا الارجنتينيه، الاسبانيه يتكلمون الارجنتيني، انت لازم يكون عندك مدير كره سعودي زين ولا لا حتى يستطيع ان يحل لك هذه المشاكل. عمل اداره مسلي غلط بغلط، هذا اللي تبغى شوف هو شوف انا اقول اجتهاد، ولكن اجتهاد في غير محله لسبب معين.
احنا ممكن تقول لي انا الان اقدر اقول مسلي انت اخطيت وانت سويت وانت غلط. احنا خلينا نقول لهم صراحه اول سنه اداره. طيب فهد بن نافل اول سنه اداره جاب 3 بطولات. شوف فهد بن نافل انا مع احترامي هو موجود لكن في ناس تشتغل خلف الكواليس وانا اعرف ايش اللي يصير في نادي. من تقصد؟ من اعرفهم ما يحتاج اني اقولهم. مو فهد المفرج تقصد؟ لا مو فهد المفرج لوحده ترى. مو فهد المفرج، فهد المفرج واعضاء شرف ولاعبين قدامى وكل هالامور كلها احنا نعرفها وهي خلف الكواليس. طيب وكره ما عندكم في النصر زي ما عند الهلال؟ والله اسأل المسؤول، لا تسألني أنا، اسأل المسؤول. أنت كلاعب نصراوي قديم ولك تاريخك ورمز من رموز النصر، لو جاك مسلي نفسه قال لك شخص لي المشكلة اللي عندنا وش بتقول له؟ حقولها بيني وبينه. ها؟ حقولها بيني وبينه. إي ما حقولها بيني وبينه عشان هو يقدر يحلها زين، وهو عنده القدرة على حلها، وأنا ما أقدر ألومه زي ما قلت لك، وهو أول سنة إدارة، يعني أنت لو تجي تقول لي والله طالب زين لا وداخل مهمة كبيرة وتبغى من أول سنة تحاسبه وهو عنده فترة 4 سنوات تبغى من أول سنة تحاسبه، ما يمكن زين ولا لازم أن نصبر عليه، لأنه إحنا الآن نقول السنة الأولى راحت زين ولا لكن السنة الثانية هي وقت المحاسبة. الآن خلاص أنت خذيت فرصتك وسنة كاملة والدعم موجود من رئيس هيئة أعضاء الشرف صاحب السمو الملك الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز وما قصر وحلك أمور وساعدك والدعم اللي يجي من الدولة وأيضا الدعم الجماهيري. فنتمنى صراحة أن الآن المرحلة الجاية تكون مرحلة أخرى. حلو. آخر ناحية، أنتم كرموز للنصر تشعرون بأن ناديكم مو بوافي معكم؟ شوف مهما اختلفنا مع كل الناس، شفت ولا لا، النصر وفي معنا لأن الكيان بس انت يوم من الايام النادي باب النادي تقفل في وجهك. انا ما علي من اي شخص يجي يعمل في نادي النصر، انا علي من الكيان، الكيان هو اللي يجمعنا. احنا لازلت نادي النصر الكيان في كل مناطق المملكه وفي كل الاماكن زي المكان اللي انا موجود فيه الان. انا محترم لاني انتمي لنادي النصر، نادي النصر الكيان، ونادي النصر الكيان ما عمره يوم اخطا علي، ادين له بكل شيء بعد الله زين ولا، واتمنى له التوفيق ولو طلب مني اي شيء انا ممكن انفذه زين ولا لا، لاننا احنا كلنا يجمعنا النصر واحنا كلنا عرفنا المجتمع عموما في المملكه كلها عن طريق نادي النصر، ولا زال له كثير من الافضال علينا وندين له بها وسنستمر مهما كان نحب نادي النصر. حتى لو قالوا لنا ما نبغاكم احنا نقول النصر يبغانا. اخر ناحيه، انتشر في السوشيال ميديا صوره لك انت وماجد عبد الله وصالح خليفه تحديدا في تبوك كانت، وعلق حطها ماجد في تويتر وعلق عليها قال افضل من لعبت معهم كصناع لعب. هذا الكلام زعل الهريف كثير. انا اقول افضل من صنعت الكره السعوديه منذ ان بدات الى الان كمهاجم على مستوى المملكة العربية السعودية اللي لن ينسى في تاريخها ماجد، ويكفيه الرقم 9 فقط. طيب والهريفي زعل يوم قال ماجد انه مو الهريفي لاعب كبير، ولكن يا اخي كل واحد حر في رايه. انا لو تسالني من افضل لاعب لبس رقم 8 انا حقول لك فهد الهريفي زين ولا لا؟ حقول لك فهد الهريفي على مستوى المملكة العربية السعودية افضل من لبس رقم 8 فهد الهريفي، لكن كل واحد حر في رايه، يجي واحد يختلف معي. انا لازلت اقول بعد ايضا خالد مسعد كلاعب وسط ايسر افضل من يوسف خميس زين ولا لا؟ ولا يزعلني هذا في شيء، بالعكس انا ابتهج واسر لما اشوف واحد زي خالد مسعد لما عيدت مباراة امريكا وشفتها، شفت خالد مسعد، شفت الهريفي، شفت سعيد العويران، شفت سامي جابر، فهد المهلل، شفت الـ 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 النخبة هذولي من اللاعبين، والله العظيم استرجعت بالذكريات. ليت هذا الزمن يرجع حتى احنا نشوفهم، يوسف الثنيان نشوفهم مرة ثانية يا